الفنان هاني عادل وفيلم هيدن سترايك او الضربه الخفيه اتصدروا الترند الاسبوع ده، وده بعد دقائق قليله جدا من عرض الفيلم على واحد من المنصات الشهيره. الفيلم بيشارك في بطولته هاني عادل اللي جوار نجوم كبار جدا وهما جاكي شان وكمان جون سينا. وطبعا كانت مشاركه هاني عادل في عمل عالمي مهم زي ده من اهم الاسباب اللي خليته طبعا يتصدر الترند. عايزه برضو اقول لكم ان البرومو بتاع الفيلم واللي تم طرحه من شهر تقريبا قدر انه يحقق اكتر من 5 مليون مشاهده حول العالم. وقصه الفيلم بتدور حوالين 2 جنود سابقين بالقوات الخاصه الامريكيه بيرجعوا عشان يخرجوا مجموعه من المدنيين من الصين من بغداد، وده عن طريق اسمه طريق الموت السريع عشان طبعا يوصلوهم لبر الامان ويحافظوا على ارواحهم. الفيلم وصلت ميزانيته ل 80 مليون دولار وبيشارك في بطولته عدد كبير جدا من النجوم العالميين.